بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حكم حبيبكم في الدرس الثاني في الانترفاس جرافيك في الجافا. الوغ غنجي للكور يوتيوب وغنكريي ان نو جي فريم فورم وغندير كور دو فينيش. فهو كريا ليا لا فينيتر ديالي. الوغ اش قلنا غنديرو اليوم؟ قلنا باننا غنطلبو من ليتيزاتور يدخل لو نون ديالو و نافيشي ليه ان ميساج دو بيان فوني. دونك باش نقول ليتيزاتور دخل لو نون ديالك خصني نافيشي ليه ان تكست، فغنستعمل لابيل هايا و غنجي لي بروبريتي. انا سيليكسيوني لابيل هايا كتبان ليكم راه سيليكسيونيا و غنجي لي بروبريتي ديالها و غنغير لو تكست لي كاين فيها. هاهو تكست، فغندير اونتري فوتر نون ديال اونتري و لو تكست صغير كتلاحظو صغير. فغنجي لفون هايا غنضغط على هاد لي تخوا بوان لي هنا فكيخرج لي هاد لا فونيتر لي مرتبطة بالخط. إذا هنا نوع الخط وهنا ستيلينغ نطبق على الخط، يا إما نخليه عادي يا إما نرجعو كغا فونسي يا إما نرجعو إيطاليك ميل يا إما كغا وميل. ألوغ أنا غنديرو غير بولد. وهنا الحجم ديال الخط داين 11 أنا غنرجعو 24. أوكي هاهو أونتخي فوتخ نو مزيان. اش غنحتاج عاوتاني؟ غنحتاج ان تكست فيلد اللي غيدخل فيه لو نون ديالو. دونك غنجي لا باليت تكست فيلد نجيبها لهنا نكبرها حتى هي وهادي غنخويها. دونك غنجي لي بروبريتي ديالها تكست ونخويها وتا هي غنختار هاد الفونت نضغط على 3 بوان وتا هي ندير الحجم ديال الخط 24 ونديرو تا هو بولد. اوكي المساله الثالثه اللي غنحتاج ان بوطون. دونك بوطون نجيبو هنا الوسط كبر شويه طو في المنتصف تقريبا. هاو نجي لي بروبريتي ديالو ها لو تكست ندير فاليدي والحجم ديالو الوغ نمشي لفون عاوتاني وندير فيه 36 هاد المرة. اوكي الوغ فاليدي ايوا غنحتاج نافيشي هنايا الميساج دو بيانفوني. الوغ بما اني نحتاج نافيشي ماشي يوتيزاتور اللي يدخل هنا فغنحتاج ان لابيل عاوتاني. دونك غنجي هنا لابيل ونحطو هنا ونكبرو وهنا غيكون خاوي مبدئيا لان تيدخل لو نون ديالو عادي عادي يعمل اوتوماتيكمون. اذا غنحيد هاد لو تكست اللي كاين فيه. دونك غنجي التكست اليميني ولكن بغيت الخط يكبر شويه. دونك فون وندير هنا 24 عاوتاني. اوكي مزيان. دونك غنجي هنايا الكور دو وغندير راند فايل لان الا جيت هنايا وضغطت على ران هنايا غيخدم ليا هاد كور واحد وانا بغيت نخدم هاد لو فيشي هذا. اذا كنجي فوق منه كليك دغوا راند فايل ها هي الانترفاس ديالنا اونتري فوتر نو كيتسنى كندخل لي سميتك ودير فاليدي وخصك تافيشا هنا بيان فوني فوزي. اذا دابا وصلنا للمرحله ديال الكود. عفوا دابا اش بغينا يطرا؟ بغينا يتكتب هنا بيان فوني والسمية اللي كاينة هنا. مزيان. إمتى بغينا هادشي يطلع؟ إذا كليكيتي على البوطون فاليدي. إذا ليفينمون كامل مرتبط بلو كليك على البوطون فاليدي. إيوا إلا بغيتي شي حاجة تطلع حتى نكليكي على أن بوطون كتجي لو بوطون وكدير كليك دغوا كدير إيفنت. إيفنت هي إيفينمون يعني الإيفينمون اللي بغيتي يطلع. أكشن أكشن بيرفورم كيدخلني للكود. كطلع طلع بزاف ديال الكود كيجينيريه نيت بينز. هادشي كيبان كيخلع في الأول ما كيخلع والو. الوغ هاد الكود هذا هادشي اللي درناه حنا بالديزاين هنا بهز الصحاب نيت مينز كيجينيري ليه الكود. وباش ننتقل ما بين الديزاين والكود كتلاحظوا هنايا ها هو سورس ها هو ديزاين. الا كليكيت على ديزاين راه كنجي للبلاصه ديال الديزاين. الا كليكيت على سورس كيدخل ليا الكود. ايوا فين هو الكود ديال البوطون فاليدي؟ هو هذا ها هو شتو هايا جي بوطون 1 هذا هو سميت البوطون ديالي. وباش نعرف سميتو انا مسيليكسيونيه ولا جيتي هنا لي بروبريتي كتلقى جي بوطون 1 شتي هذا هو لو نون ديال الكومبوزون. اذا في السوس هنايا جي بوطون 1 اكشن بيرفورمد. اكشن بيرفورمد لا ميثود اللي مكلفه باش تجيري ان كليك على لو بوطون. الا بغيتي تجيري ان كليك على ان بوطون خصك تعيط على الميثود اكشن بيرفورمد. الوغ هنا هو سما ليا لا ميثود جي بوطون 1 اكشن بيرفورمد. علاش ما سماهاش غير اكشن بيرفورمد؟ لان يمكن يكون عندي في الديزاين ديالي بزاف ديال لي بوطون فباش يفرق ما بيناتهم كيدير لو نون ديال البوطون عاد اكشن بيرفورمد. او اي حاجه بغيتيها طلع اذا كليكيتي على لو بوطون
ça se compte pas de la méthode là. Le corps dit là de la méthode. Et je vais d'abord cliquer là un bouton. C'est un le nom. Il dirait qu'on fait texte fit une variable. Donc, à la première la déclaration de la classe d'Ali. Donc, on dit là, on déclarer une variable de type chaîne de caractère. Donc, on dit private string, on se met le nom. Je vais faire un texte. On va une chaîne de caractère, on va faire le message qui est affiché ici. Et on va dire private, ça va string, on se met message. Et on va dire la méthode action performed. Aïe. Et voilà. Ou le nom. Je vais dire ici. Je vais faire la variable nom. Je vais faire le texte qui est la zone de texte. Je vais sélectionner la zone de texte qui va lire le nom. Voilà. هاي gtxt field 1 نرجع للكود وغندير جي جا وكندير بوان كي افيشي ديال لي ميثود اللي نخدم بهم بالنسبه للتكست فيلد الوغ لا ميثود اللي غنخدمو بها دابا سميتها get text جا هاي واش كيقول كدير get text returns the text contained in the text component يعني كترجع لك لو تكست اللي كاين فداك لو كومبوزون هادي هي الفائده ديالها انك ترجع ليا لو تكست اللي مكتوب فداك لو كومبوزون مزيان دونك غندير كات تكست ايوا هاد لو تكست هذا فين بغيتو يدار بغيتو يدار في لا فاريابل نو دونك غنجي اغوش هنا وغندير نو ايغال اذا دابا من بعد هاد السطر هذا لا فاريابل نو راه فيها لو تكست اللي غيكتب ليوتيزاتور هنايا مزيان اش خصني ندير دابا خصني لا فاريابل ميساج نحط فيها داكشي اللي غنكتب هنايا اذا غنجي هنا وندير ميساج ايغال واش بغيت يبان في الاول بيانفوني بيانفوني اون كونكاتيني مع شكون مع لو نو اذا كونكاتيني هنا مع لو نو اذا لا فاريابل ميساج غيكون فيها اون شين دو كاركتر على شكل بيانفوني احمد مثلا بيانفوني عالي على حسب لو نو اللي دخلتي ليه مزيان ايوا واش فين بغينا هذا الميساج هذا يبان بغينا يبان هاد الكومبوزون هذا سميتو هاد الكومبوزون هذا سميتو جي لابيل 2 هاي هنا ادغوات في بروبريتي اذا غنجي هنايا وغندير جي لابيل 2 وندير بوان وغنعيط على اون اوتر ميثود سميتها سيت تكست الوغ جيت تكست اش كدير ليا كتجيب ليا لا شين دو كاركتر اللي كاينه في الكومبوزون سيت تكست كتشد لا شين دو كاركتر اللي دخلتي ليها هنا كوموند بارامتر وتحطها في الكومبوزون ايوا شنو بغيت انا نحط في الكومبوزون بغيت نحط هاد الميساج هذا اذا غنكوبي هاد الميساج هذا هو اللي غنحطو هنا دونك غنجي ادغوات هنا وغن كليك دغوا ران فايل ها هو كيقول يا اونتري فوتر نو ندخل ليه هنا علي فاليدي بيانفوني علي حيد علي محمد فاليدي بيانفوني محمد اذا سامارش غنزيد دابا واحد المساله انه الى خليتي هذه خاويه يكتب لك بيانفوني انكوني ما عرفتكش شكون انت بيانفوني افلان اللي ما عرفتكش شكون انت الا خليتيها خاويه اذا خليتيها فاش كنقولوا اذا اش كنستعملوا هنا لي كونديسيون اذا غاجي السوس وقبل ما نحط قبل ما نعمر لا فاريابل الميساج غندير واحد الكونديسيون اف نو اف لو نو ما فيه حتى شي حاجه لو تكست اللي كاين في جي تي اكس فيلد خاوي اذا لو نو ما فيه حتى شي حاجه اذا غادي نو وندير بوان ونغيط على اون ميثود سميتها ايكوالز alors شنو ايكوالز ايكوالز كتعطيني واش اون شين دو كاركتر كتساوي اون اوتر شين دو كاركتر يعني الا كانت نو كتساوي شنو كتساوي قلنا خاويه شنو هي خاويه هي ندير دو غيومي يعني هنا اش كنقول لك كنقول لك لا لو نو فيه اون شين دو كاركتر خاويه ما فيها والو ايوا الا كان هادشي اش بغيتو يدير بغيتو ميساج يحط فيه لا شين دو كاركتر بيانفوني انكوني واذا ما كانتش خاويه يعني الز عادي دير لي هاد الخدمه مزيان نعاود نشرح حاجه هنايا قلت ليه الا كان لو نو يعني الشين دو كاركتر نو ما فيها حتى شي كاركتر هذا هو معنى لي دو غيومي هنا لي دو غيومي يعني شين دو كاركتر خاويه اذا كانت خاويه يعني راك ما دخلتي ليه والو فهاد التكست فيلد هذا انا فاش خصو افيشيلك بيانفوني انكوني مزيان اذا كان هاد الكونديسيون ما متحققاش يعني راك دخلتي ليه شي حاجه في هاد تكست فيلد هذا هو معنى هاد از هادي فيشد داكشي اللي دخلتي ليه ويدير لك بيانفوني فلان واضحه ومن بعد يشد داك الميساج سواء كان فيه هاد
la chaîne de caractères ou le can fait head la chaîne de caractères ou le composant g label 2. Voilà. Alors, on va faire un file. Ah ouais. Alors, on a un par exemple Ahmed. Validé. Bienvenue Ahmed. On va faire un text field. On dit validé. Bienvenue inconnu. On va faire un peu de temps. On va faire un peu de temps. On va faire un peu de temps. On va faire un label. لان باغي نافيشي هاد لو تيكست هذا هاد لا شين دو كاركتر باغي نافيشيها فكنستعمل ان لابيل واحتاجينا ان تيكست فيلد فيلد لان يوزاتور غيدخل قلنا فين ما يكون يوزاتور غيدخل شي حاجه كتستعمل تيكست فيلد واحتاجينا ان بوطون باش نكليكي عليه يشد داكشي اللي دخلتي في التيكست فيلد ويافيشي كنا ان ميساج دو بيانفوني في هاد لابيل عاوتاني وعلاش انا استعملنا لابيل لان واش انا باغي يوزاتور يدخل شي حاجه هنا الا بغيت انا غير نافيشي واحد الميساج هادشي اش استعملنا لابيل واضحه نجيب دابا السوس الكود فهاد الكود هذا هو اللي كيدير لنا كاع هاد الخدمه اللي قلنا اول حاجه كريينا اون فاريابل دو تيب شين دو كاركتر وسميناها نو هي اللي غنخزن فيها لو نو اللي غيدخل ليوتيزاتور منين جبتو من هاد لو كومبوزون اللي سميتو جي تكست فيلد 1 ودرت بوان واستعملت اون ميثود كاينه فيه سميتها جيت تكست الو جيت تكست كتجيب لك لو تكست اللي كاين في الكومبوزون راه هادو جيتز شرحنا جيتز في السلسله الاولى ديال الجافا جيتز والسيتز الجيتز مكلفين بانهم يجيبوا لك ان تكست والسيتز مكلفين بانهم يغيروا المحتوى ديال اون فاريابل واضحه اذا هاد جيت تكست جاب كي لو تكست اللي كاين في التكست فيل وخزناتو ليا فنو كي تدخل تيستي دابا الا داك لو نو ما فيه حتى شي حاجه يعني شين دو كاركتر كتساوي اون شين دو كاركتر فيد ما فيها والو ف يافيشي لك هذا الميساج هذا بيانفوني انكوني غنشدو نخزنو في لا فاريابل ميساج ايلز يعني الا كانت كونديسيون ما متحققاش يعني لو نو راه فيه اون شين دو كاركتر ماشي خاويه فيشد داك لو نو ويكون كاتينيه مع بيانفوني واخر حاجه يشد اللابيل ويعمرها بداك لو ميساج كنتمنى الشرح يكون واضح ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله.